الكذب لما يصل إلى هذا الحد يسمى مناطحة، مناطحة بالكذب، ويسمى بهتانا. مجلس البحوث التابع لدار الإفتاء، لدار الإفتاء أعضاؤه لا زالوا يرزقون وعائشون، ولا يستطيع أحد أن ينتحل اسمهم ولا صفتهم، ويصدر بيانا مزورا باسمهم لخدمة أغراضه الدنيئة. وهذا ليس عجبا، فإن سنة الله تبارك وتعالى في الأولين والآخرين ماضية في الصراع بين الحق والباطل. أهل الباطل دائما تعوزهم الحجة ويفقدون الدليل، فيلجؤون إلى الافتراءات وإلى الأكاذيب وإلى السب وإلى الشتم، فيرمون خصومهم من العلماء: هذا إخواني، هذا سروري، هذا قاعدة، هذا إرهابي، هذا كذا وكذا من الألقاب والأوصاف التي لا أول لها ولا آخر، حتى يشوهوهم ويسقطوهم في أعين الناس،